هنسمع دلوقتي الفرقة الجميلة اللي قدامنا دي. معانا محمد عادل على الفيولين. فين محمد؟ ارفع ايدك كده بس عشان الناس تعرف. محمد عادل على الفيولين. هما كلهم كمانجات من الواضح. محمد عادل، مريم القوة، مصطفى امين، ايمن، عبد المنعم مجدي، فرح عمرو، فرح شروق، احمد، ارفع ايدك شروق، يوسف محمد، باركاشن، باركاشن اهو، وسارة هاني على الفيولين، ومها، لا كده، لا كده تمام. ومعانا فين مي؟ انا ما قلتش اسم مي. مي هشام. ومعانا مستر علاء ابو سريع قياده، ومستر عبد الكريم على العود. هيقدموا لنا ثلاث فقرات، اربع فقرات. اوكي، نبتدي بالفقره الاولانيه. بما اننا ايه فعلا الفقره الاولانيه لراجل اسمه اندي ويليامز، مغني بوب امريكي مشهور جدا، مش عارف مين فيكم يعرفه، يعني انا اعرفه شخصيا. مبيعات ألمومات وسجلت له 18 جايزة، وعنده جوائز اسطوانات بلاتينية من جمعية صناعة التسجيلات. أطلق عليه رئيس أمريكا أنه صوت أندي ويليامز هو كنز الوطن، وتوفى سنة 2012. هنسمع له دلوقتي أغنية اسمها Speak Softly Love. تفضلوا. طيب الفقرة اللي جاية دي راجل موسيقي مشهور جدا جدا، موسوعة من أشهر الموسيقيين في القرن العشرين، اسمه متري شوستاكوفيتش. اسمه إيه؟
شوستاكوفيتش، واضح ان انت تعرفه من قبل كده. انا خبطت فيه. الموسيقى بتاعته اتوصفت على انها قصه انفعالات البشريه المعاصره. واضح انه بيعمل موسيقات رمزيه، وهو بالفعل عمل مقطوعات موسيقيه صغيره للغناء الجماعي، عمل رباعيات، عمل كونشيرتو، عمل موسيقى تصويريه للافلام السينمائيه والمسرحيات. هنسمع من مؤلفاته دلوقتي فالس نمبر 2، متري شوستاكوفيتش. Thank you.
طيب من هنسمع من ألحان محمد الموجي وغناء عبد الحليم حافظ طبعا. هنسمع الليالي. تفضل. طيب مشكلة تكنيكال صغنطاطة بس هنظبط كمانجا فلغاية ما يحصل ده مش عارف اقول لكم ايه. حد فيكم عايز اي حاجة؟ شوية مية. ايه تاني؟ مية برضو. شمسية؟ ما اعتقدش. هي كمانجا بتتظبط اهي، ما تستعجلوناش. بس واحنا كده لسه هنسمع من الاخوه دول فقرتين، الليالي اللي هيعملوها دي وهنسمع النهر الخالد. مين يعرف النهر الخالد تلحين مين؟ محمد عبد الوهاب اللي هو عمل ايه؟ عمل اهم حاجه لسه بنسمعها لغايه النهارده، السلام الجمهوري. طيب صح، وعمل السلام الجمهوري ولا عمل اغنيه بلادي بلادي؟ ايه؟ لا بس احنا السلام الجمهوري بتاعنا اغنيه بلادي بلادي دي تلحين مين؟ سيد درويش. امال محمد عبد الوهاب عمل ايه؟ لا عمل نشره الاخبار. لا في السلام الجمهوري محمد عبد الوهاب عمل ايه؟ توزيع موسيقي لاغنيه سيد درويش. برافو. ظبطنا الكمانجا؟ اتفضلوا نسمع الليالي. Thank you.
طيب دلوقتي انا عايز منكم مساعده علشان انا مش عارف اسقف، فانا انا شخصيا عايز اسقف للسولوهات اللي سمعناها دلوقتي. برافو. اتكلمنا شويه عن عبد الوهاب، وهنسمع دلوقتي من الحان عبد الوهاب، من الحان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. هنسمع النهر الخالد. بمناسبه الحر اللي احنا فيه ده هنقعد على الكورنيش شويه. النهر الخالد. سمعني؟ طب كويس. انتوا خلاص كده.
عايزين نشكر جدا الفنانين الجمال اللي سمعناهم دلوقتي. فرح مالها؟ نقولهم اساميهم واحده واحده دلوقتي. ايوه حالا. السولوهات فرح ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا على الكمان فرح سولو كمانجا، مي هشام سولو كمانجا، شروق سولو كمانجا، محمد عادل سولو كمانجا، مصطفى ايمن سولو كمانجا، وعبد المنعم سولو كمانجا، وساره ومريم يعني العزف الجميل طبعا سمعنا منهم، وانا شخصيا بحييهم اللي طبعا هم احسنوا وبذلوا كل مجهودهم وربنا الحمد لله وفقهم وطلعوا في احسن صوره وشكرا. مستر عبد الكريم على العود، ويوسف محمد بركاشن للعب على الطبلة، وفي الآخر طبعا تحية كبيرة لمستر علاء عبد أبو سريع مايسترو. شكرا.